اليوم غادي نهضر مع امين شوقي. امين هو ستاف سوفتوير انجينير في دوكر وكان السي تي او ومن بين المؤسسين نتاع موقع البطوله من اكبر المواقع الرياضيه في المغرب. غادي نهضروا على بزاف المواضيع منهم اللي هي مواضيع تقنيه ومواضيع اللي ايضا غير تقنيه. امثله نتاع المواضيع التقنيه عندنا سوفتوير انجينيرين، هندسه البرمجيات، عندنا دوكر، جولانج، المقارنه ما بين الكونتينرز والفيرتشوال ماشينز، تست دريفن ديفلوبمنت وشي حوايج اخرين. ايضا كاين ايضا مواضيع اللي هي غير تقنيه بحال الورك لايف بالانس او التوازن ما بين العمل وجوانب أخرى من الحياة. عندنا أيضا الزواج وتأثير ديالو على المسيرة المهنية ديال واحد الشاب أو شابة. عندنا أيضا تعريف النجاح والمعنى من الحياة وشي أسئلة فلسفية وحدين أخرين. كما جرت العادة البودكاست غادي يبدأ بعض الأبيات من شي قصيدة معينة، وأجدد النداء والدعوة لأنه إذا ما كنتش عزيز عليك الشعر العربي تقدر تسكيبي باش تسمع البودكاست وتستفد شي حاجة اللي غتنفعك في حياتك. الشعر يقدر ما ينفعكش بزاف في حياتك. سو قصيدة اليوم هي قصيدة زوينة، سميتها قصيدة لا تصالح نتاع أمل دنقل. أمل دنقل هو واحد الشاعر مصري تولد في إحدى قرى الصعيد في 1940 ومات مسكين على نقدر نقولوا سن صغير في 1983 عن عمر يناهز 43 عام. مات متأثرا بمرض السرطان. فقصيدة لا تصالح هي واحد القصيدة اللي كنت كتهضر على ولا دارت قبل من توقيع اتفاقية كامب ديفيد اللي توقعت ما بين مصر والكيان الصهيوني او بين انوار السادات والكيان الصهيوني. وهذه القصيدة بحال كتعكس وجهة نظر الشعبية اللي كانت كترفض المصالحة او السلام في ذاك الوقت لأسباب عديدة، بحال أن عندها علاقة خلاص بالقضية الفلسطينية وعندها علاقة بالجرائم اللي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الجنود المصريين. فهو فهمتي كيف الأبيات ديال هاد القصيدة كلها كتعاود الكلمة ديال لا تصالح لا تصالح لا تصالح. وانا ما كنتش عارف هاد القصيده صراحه، تو بي اونست ما كنتش عارفها زعما ماني سمعت الاب امان دنقل. ولكن واحد النهار كنت كنتفرج لواحد البرنامج سميتو سيري للغايه ديال يسري فوده اللي كان تيدوز بحال هادي في الجزيره، وشفتو في جوبونس في يوتيوب، انا شفتو في يوتيوب وكان قال واحد البيت من هاد القصيده وبقى لاصق لي في الراس. بقيت كنقلب عليها لقيتها وبصراحه هاد القصيده زوينه بزاف. فاليوم غادي نهضروا عليها وغادي نقولوا هاد القصيده هادي. ما غاديش نقولها كامله حيت طويله بزاف، غنقول لها واحد الاكستري صغير. نتمنى انها تعجبك، الا ما عجبكش سكيبي ودوز البودكاست، ونتمنى ان البودكاست يعجبك وتستافد شي حاجه اللي تخدم بها في حياتك، ماشي غير تستافد شي حاجه اللي تبقى لاصقه لك في الراس. مي مزيان انك تستافد شي حاجه وتخدم بها. الا كنتي كتشوف البودكاست في يوتيوب ما تنساش دير لايك وسبسكرايب. الا كنتي كتسمع البودكاست على احدى المنصات الصوتيه سواء تعلق الامر بسبوتيفاي، ديزر، ابل بودكاست، جوجل بودكاست، راديو بريكر وغيرها من المنصات، ما تنساش دير فولو وتعطي ريشن ديالك للبودكاست. الموقع الرسمي ديال هادشي كامل هو sliman.io، فيه كاع داك الشيء كامل اللي تبغي تشوف ديال الفيديوهات لي زارتيكل البودكاست بنسخته المصوره ونسخته الصوتيه كاين في هذا السيت هذا. دونك الا كنتي فشي بلاصه اخرى وبغيتي زعما يكون عندك لاكسي لكاع الكونتوني اللي كندير sliman.io هو البلاصه اللي فيها كل شيء مجموع. اند ندوزوا القصيده ومن بعد ندوزوا البودكاست مع السي امين شوقي. لا تصالح ولو منحوك الذهب، اترى حين افقع عينيك ثم اثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى هي اشياء لا تشترى؟ سيقولون جئناك كي تحقن الدم، جئناك كن يا امير الحكم، قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك واغرس السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة، كيف تخطو على جثة ابن أبيك وكيف تصير المليك على أوجه البهجة المستعارة. لا تصالح ولو قيل ما قيل من كلمات السلام، كيف تستنشق الرئتان النسيم المدنس، كيف تنظر في عيني امرأة أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها، كيف تصير فارسها في الغرام، كيف ترجو غدا لوليد ينام، كيف تحلم أو تتغنى بمستقبل لغلام وهو يكبر بين يديك بقلب منكس. لا تصالح ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ والرجال التي ملأتها الشروخ، هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق عيونهم وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ. لا تصالح فليس سوى أن تريد أنت فارس هذا الزمان الوحيد وسواك المسوخ.
نبداو بالبطوله. الوغ كنتي انت واستي اون تاع البطوله من 2012 ل 2017 جو بونس سكيليتي البلاتفورم 3 مليون بيج فيوز بير داي. وي واحد القصه كنا نديرو هذاك اوكي تقدر تعاود لنا زعما القصه كيفاش بداش من الاول كيفاش جات البطوله الفكره ديال البطوله جو بونس كنتي كوفاوندر نتاعها ماشي غير سي تي او. الوغ البطوله هي الصراحه بدات في قبل 2012 بحال تقول غير نهار خدمنا بارت تايم فيها. اما هي زعما البروجي كان تقريبا في 2009 كانوا واحد جوج دراري تنعرفهم صوبوا واحد البلاتفورم بجمله بي اش بي و المهم كان عندهم بزاف المشاكل داكشي ما خدام زعما اشاك فاش يبغوا يديروا شي ميزاجور كيسكتوا السيتي ومين شي حاجه عاد كيديروا داك الميزاجور. دونك انا ديك الساعه كنت نخدم بجونغو بايثون بايثون اون جينيرال ولكن جونغو كان شويه زعما كيتاكلي نفس النيش اللي هو زعما ميديا ويب سايتس وكان عندي زعما جود اكسبيرينس فيه وهذا صافي. خدمت مع الدراري وعاودنا عاودتو بالبيتون ومن تما زعما صافي نسيناه. كان واحد الدراري هو اللي خدام عليه حيت واعز عليه الكورة وديك الشي بقى باتي مانتونيه زعما هو اللي تيكتب هو اللي تيشوف معاه من كتاب وهذا. تقريبا في الاول كان غير دي بينيفول وكان داك فلوس اللي تجي في البطوله كياخذ هذاك الدري اللي كان تيخدم فول تايم فيه وسام اي ثانك يو من بعد. لا ماشي وسام ماشي وسام واحد اخر واللي زعما بقى مقاعد باش طلع الترافيك من بعد مع زعما ما بقاش السيت كيطيح وهذا بدا كيطلع الترافيك ما موندوني في 2012 ولا تقدر زعما بلينا ان ممكن وي كان جيف ات ا شوت. صافي خرجت من الخدمه وخدمت بارت تايم وبقينا نخدموا في بطوله 1 2 دايز ا ويك زعما فول تايم يعني حتى نقول 2014 ولا عاد خدمنا فول تايم فيها وي خدمت فيها تقريبا شي 3 سنين فول تايم حتى ل 2000 لخرت الى 2016. يا انت زيك الكره ولا ماشي بزاف صراحه في الصغر ولكن ما حد كبر صافي ما بقاش اون توكا ما بقيتش زعما باسيوني بها تنتبع زعما لي كومبيتيسيون الكبار هذا ولكن زعما لا بلاكيتي شكون اللي كيلعب في الراجع ولا دابا. اوكي نرجعو دابا للحاضر. انت دابا اسطاف سوفتوير انجينير في دوكر واخا تقدر تشرح لي شنو تيدير سطاف انجينير صراحة زعما سطاف انجينير تيبقى انديفيديوال كونتريبيوتور في الكود بيز غير هو زعما بحال تقول لي ريسبونسابيلتي تيتزادو يعني بحال دابا تقدر تاخد تتليدي company initiatives ولا مثلا you can drive architectural changes زعما في الكومباني وهذا شوز اللي ما تقدرش زعما جينيرالمون ما تديرهاش زعما كجينيور ولا هذا ما تقدرش تجي تبدل مثلا event bus ديال الكومباني ولا هذا دونك تيكون عندك بلوس دو ريسبونسابيلتي في الشركه وصافي. يا وجوست نجيب لك في هذه القضيه ديال الانديفيديوال كونتريبيوتور مقارنه مع انك تمشي لشي طراك اللي في المانجمنت زعما واش احسن تكون انديفيديوال كونتريبيوتور ولا زعما كلها على حساب البيرسوناليتي ديالو. انا زعما تنفضل زعما البيرسوناليتي ديالي تنفضل نمشي في طراك ديال الانديفيديوال كونتريبيوتور حيت زعما بيرسونيلمون ديك التراك ديال الماناجمنت كتجيني فيها اكثر زعما اكثر خصك يكون عندك بيبل سكيلز و اون ميم طون الميتينغز و المهم خاصك تشوف الكالندري ديال الماناجر تلقى كله عامر. انا تنفضل زعما تخدم الوقت اللي عندك فري ولا اللي عندك شي حاجه مثلا زعما ما عندكش بزاف لي كونترانت في الكالندري ديالك دونك
ما يمزيد وأم أم بلس تعجبني كثير من كودي ونبيلدي ستاف زعما ماشي المانج يا قلتي قبيله قضيه ديال ستاف انجين زعما ايزيت زعما وات ار ذا ستيبس ولا شنو هما الخطوات باش يهديو لي ستاف انجين واش غير ييرز اوف اكسبيرينس ولا الكاليتي نتاع الكود ولا زعما شنو باش شنو خصك دير باش تولي ستاف انجينير في نظري بدا ديجا زعما خص يكون عندك ان اكسبيرتيز في شي حاجه يعني يعني لكتي باك اند ولا هذا لا اكسبيرتيز زعما واش لانجويج ولا ستاك ولا نو زعما غير الايكو سيستم ولا هذا يعني مثلا لكتي فرون اند تكون زعما ستميتريزي ستاك وهذا شنو نقول لك هو years of experience how many chance some تمام اون بلوس زعما ماشي شي حاجه اللي صعيبه انا تتبان ليا زعما اي واحد مع الوقت زعما it's a natural path الا كنتي غتمشي في التكنيك زعما ا مومون دوني غادي تاخذ ديك الاكسبيرينس بزاف الحوايج هذا بس زعما تولي staff engineer يا او اتشار زعما the problems ولا هكشي لي زانكونفينيو ديال انك تكون staff engineer كثر ديال الناس يعاولوا عليك زعما كتقول انت الكابيتان ماشي انت الكابيتان غير هو بحال ماشي يكون شي كومباني انيشيتيف ولا هذا تكون زعما كل شيء تتسناها زعما في الكومباني ماشي بحال شي حاجه غير التيم ديالك كتسنى زعما دار اون يعني كتلقى كومباني او كي ارز كيتبازاو عليها ولا هذا دونك دي فوا تيكون بلوس دو ستريس ابار سا زعما جو بونس مزيانه زعما لو فات كتاخذ بلوس دو ريسبونسابيلتي زعما سا ترون بلو ماتور مع الوقت اوكي نهضروا على نهضروا على دوكر حيت انت دابا خدام في دوكر علاش مشيتي لدوكر وماشي فانك اي ثينك زعما ات واز بوسيبل فور يو انك تمشي لفانك علاش دوكر ماشي فانك شنو نقول لك انا زعما بيرسون بدا ديجا انا ساكن دابا في كندا زعما لافونتاج بارابور لوروب هو كاع الفانك اكسيسيبل يعني تقريبا بزاف تنخدم معاهم شغل الفانك الصراحه بالنسبه لي انا ديجا السالاريز ديال ستارت ابس ولاو تيقربوا للفانك و بلس تي عندك تما الحريه باش تخدم في داكشي اللي بغيتي وهذا تما ما تلقاش سي فري كو كاين بحال شي شركات في الفانك زعما عندهم شويه الفليكسيبيليتي ولكن ديجا كاين شي بيزنس موديل ديال الفانك ما تيعجبنيش بزاف راك عارف الكومباني كالتشر ديال زعما معروفين هنايا زعما واخا تعطينا شي اكزامبل واخا ما تقولش سميت الشركه ما عطينا اكزامبلز بلا ما اكزامبلز ديال الكالتشرز شنو نقول لك بون ماشي الكالتشر مي مثلا جوجل تقريبا بيزنس موديل بازي على الادز صافي با دير انا جوجل زعما مختار راه زعما كتبيلدي زعما تقريبا احسن حاجه في الريسيرش وهذا البيبرز اللي تيخرجوا من عند جوجل ما كاينش زعما ديما الواحد زعما خصو يبقى متبعهم مي زعما البيزنس موديل في الاخر بازي على التراكين ديال اليوزر كليكس هذا زعما ا مومون دوني زعما كنت نفكر فيها واحد الوقيته صراحه ما عمري زعما عمري دوز شي انترفيو في الفانك ساشون زعما كاملين اكسيسيبل هنا يا سو باش نخدم فروم ايثيكال بيرسبكتيف شويه زعما ماشي حتى يم زعما ماشي ايثيكال دون لو سونس انني ما عمري نخدم معاهم زعما بور لو مومون ما حد كاين البديل اللي راه نفضل نخدم زعما في سمولر ستارت ابس يا اوكي يا سو دوكر دابا كتعتبر انها ستارت اب جو بونس بدات في 2011 اي ثينك لا
جبونس وي وي 2011 2011 بصح يلا في 10 years. يس 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 اوكي سو انتوما انتوما انت خدام جبونس دابا بجولانج فول تايم بجولانج دوك راه عندهم جبونس واحد الليب كونتينر اللي كان هو اللي رومبلاصا لينكس كونتينرز وقيله المهم واحد الليب كونتينر تكتب المهم دابا الكود سورس كود نتاع نتاع دوكر مخدوم بجولانج ياك يا يا فوت خفيزه معلش علاش كتبوا ما عرفتش واش عندك معلومه علاش علاش اختاروا جولانج وماشي شي انذر لانجويج هو صراحه زعما شنو نقول لك زعما ما كانش شي حاجه اللي زعما على ايبوك كانوا زعما حتى هو بارمي لي زوت لونجاج اللي كانوا كيقدر يعطيك سينجل باينري مالتي بلاتفورم وهذا زعما كومباري بعدا مثلا الجافا سكريبت ولا ما تقدرش تصوب بها كلاينت لي غيروني اللي يقدر مثلا يتبيلدا باكاج سينجل باينري خاص بنادم يكون عنده ديجا الكومبايلر انستالي بحال مثلا تكون انستالي نود في الماشين ديالك ولا هذا باش تروني باش تروني دونك ديجا واحد واحد بحال واحد سيت اوف لانجويجز ما تيبقاوش زعما جواب من بعد زعما جو انا جو بونس حيت كان على ايبوك زعما انتريستين في 2012 هذا 2013 دونك يلاه بدا لانجويج وكان زعما انتريسون انا زعما البروميير اكسبيرينس كانت عندي في جو في هذيك الوقيته في البطوله كنت صوبت واحد الكونفرتيسور اي اي تي ال كنت صوبت في جو دونك جو بونس زعما ما كانش شي سيكري في هذه القضيه يا وانت يا انت بحال اللي درتي واحد ترانزيسيون من بايثون لجولانج حيت فاش كنت كنخدم بزاف بايثون جانجو من بعد المهم شويه بالجي اس مي من بعد قلبتي لجولانج علاش هاد الترانزيسيون واش هي حيت الخدمه ولا انتريست ولا واش انتريست زعما كان عندي توجور انا تيغي ندوز زعما نخدم فول تايم كنت خدام فول تايم في كومبايل لانجويجز قبل ولكن زعما درت تقريبا دو ميني بروجي في جو وزعما كان عندي انتريست فيه اكثر وحاولت زعما نمشي في جو حتى نقدر نقول لك حتى في بيتون كان زعما كيفاش بديتو ماشي هي في الاخر يعني في الاول في بيتون كان ليكو سيستم زعما ما كاينش فيه الفريم وركس بزاف وكانت واحد لا نوسيون ديال ما عرفتش واش باقا دابا سميتها دو ات يور سيلف فريم ورك كانت وي زعما الا قلبت على هذا في جوجل غتلقى زعما تكون قديمه بزاف مي على ايبوك زعما كان في بيتون واحد لا توندونس ديال دو ات يور سيلف فريم ورك اللي مثلا كتكومبوزي انت سيت اوف باكجز وهذا كتحاول جو تقريبا ليكو سيستم بحال هكاك يعني ما تلقاش كاين دي فريم ورك اللي كيحاولوا يشدوا كل شيء من التمبليتين لانجويج حتى للراوتين ولكن اغلبيه ما تخدمش بحال هكاك تخدم زعما كيكومبوزي هو داكشي اللي محتاج وزعما تعجبني هاد لابروش هذاك ديما اسيت فليكسيبيليتي و الى خدمتيها زعما كوريكتومون تيكون عندك زعما الحريه باش تخدم باي حاجه جات في الفوتور مثلا امون دوني مثلا جا جراف كيو ال ولا هذا الا كنتي خدام ولا سورتو في الريال تايم فين كان شويه مشكل بحال دابا جونغو في الريال تايم زعما ما عندك حتى شي طريقه باش ديرها زعما بور بليزيور ريزون لو فيت انك كتكون زعما بلو ليبر في التكنولوجي ستاك ديالك كيخليك زعما تقدر دوز لحاجه اخرى الا احتاجيتي ولا لبنت شي حاجه اخرى ولا هذا
زعما ديما تعجبني القضيه هذه في كو. يا او قلت لي الكومبايند لانجويج انت شنو تيبان لك زعما الامبورت ماشي امبورت نقولوا بالك شي انتريستينغ بارت في الكومبايند لانجويجز مقارنه ب انتربريتد لانجويجز ولا نقولوا سيمي كومبايلد. صراحه زعما بدا اول حاجه اي جنرال بيربز لانجويج زعما راه ديجا راه تقدر تصوب به اي حاجه زعما هذه لا باس. ابري كل واحد فين كيت سبيسياليزا مثلا الى مشيتي مثلا رابيد بروتوتايبين ولا هذا غتصوب شي ام في بي يعني انتربريتد لانجويج بايثون روبي جافا سكريبت ولا هذا مزيان غيخليك تبيلدي شي حاجه بالزربه تشوفها بدات تستعمل مع الكليون ولا هذا. مي كلمة حتى كتمشي شويه الانتربرايز سوفتوير واحد شويه كيكون زعما كيحاول يمشيو كثر الكومبايل لانجويجز يعني تلقى جافا جو داك بحال هكا. ابخي جو زعما لابارتي انتريسونت فيه هو عنده شويه كيت سبيشاليزا زعما في نيتوركين ابليكيشنز زعما في الموديل ديال الكونكورنسي عنده يعني نيتوركين ابليكيشنز يكونوا تقريبا بزاف لي سيرفور دابا كيتصاوبوا بجو علاش حيت الكونكورنسي فيه زعما اوكي سيبورتي مالتي باراليليزم وعاد كونكورنسي زعما دو فاصون اليغونت يا شنو تيبان لك الناس اللي تيقول لك فور اكزامبل ان جو كاين ناس كيكريتيكو فيه انه is not flexible for example دابا المهم يقدروا يزيدوا الجينيريكس من بعد يلاه قالوا غادي يزيدوا يزيدوهم مي كاين ناس كيقولوا مثلا is not flexible enough في لا كومباريتي ولا ليكو سيستم ديالو is not developed enough الى كومباريتي مثلا مع جافا ولا سي بلس بلس ولا شي حاجه هكا. او سي سو بدا ديجا الجينيريكس خرجوا 1.18 دابا 1.18 زعما راه كاين في البيتا دابا البيتا داكشي دونك راه وي وي دونك ماشي زعما سي سو ما تقدرش تكومباري جو دابا مثلا سي بلس بلس لا دابا مثلا سي بلس بلس عنده بزاف لي ليبريري اللي مثلا توك ييرز باش يتبيلدو مثلا جيم انجنز ولا هذا ما تقدرش تصوب جيم انجن جو هاد الساعه وحتى جيم انجن ماشي التارجت ديالو هو جو بوتيت راست ولا هذا مي كاين واحد سيت اوف ابليكيشنز اللي كيما قلت لك نيتوركين ابليكيشنز سوفون يعني هل تقول هو تيعطيك واحد لانجويج simple enough و زعما powerful enough باش تقدر تصوب فيه good servers يعني servers اغلبيه شحال هادي مثلا مثلا في البايثون يعني كتلقى مثلا serving part ماشي انت اللي كديرها مثلا خصك دير قدام بيتون مثلا يونيكورن ولا زعما شي لاير اللي كتجري لك داك المالتي تريدين ولا هذا في جو زعما تقدر تاع اكسبوزي عندي تقدر تاكسبوزي نيشان الويب زعما تاكسبوزي الاكستيريور ما كاينش مشكل و زعما غيقدر يجري ترافيك وهذا دي فوا تحتاج لود بالانسر سي تو زعما كومباري البيتون تكون عندك زعما كثر ديال لايرز زعما تيبان لي انايا كثر زعما عاوتاني مع لومون ديال الكونتينرز بحال دابا جافا ما بقاتش عندها زعما نفس بزاف الشركات اللي زعما تنعرف سويتشو من جافا لجو مثلا بسبب الكونتينرز كيحاولوا يخدموا الكونتينرز جافا مثلا ستارت اب تايم ديالو ثقيل ولا هذا يعني خصك كثر ديال الخدمه باش اوبتيميزي هادشي ما عرفتش انا زعما بوتيت جافا الاخرين والهدف زعما حاولوا يحلوا هذا المشكل مي سيت اوف لانجويجز اللي تي مثلا كيخدموا مزيان في كوبرنيتيز زعما في دايناميك انفايرمنت بداو تيقللوا هذا دونك بلوز او موان وي جو بونس جو عنده بوزيسيون ديالو مزيان و بلوز او موان زعما بزاف الانتربرايز كيخدموا به دابا يعني كيعطيك بحال تقول لك
كواليتي جارانتيز ولا هذا باش تقدر تخدم به في انتربرايز ابليكيشن. يا وشنو شنو هي اصعب حاجه تقدر ديرها بجو؟ فور اكزامبل لو الناس ديال السي بلس بلس عارفين بان من اصعب الحوايج هي الميموري مانجمنت فور اكزامبل. شنو اصعب الحوايج مثلا في جولانج؟ اصعب الحوايج بتدخ كونكورنسي باترنز اللي كاينين فيه. يعني حيت ماشي مثلا بحال بحال جافا سكريبت ولا زعما عندك بروميسز ولا هذا زعما بلو سامبل ولا راست تو عنده بروميسز جو زعما باش تكري جو روتين سامبل ولكن باش تمانجي ولا تكري واحد ديتا بايبلاين ديال زعما بزاف الجو روتينز تيولي طريقه كيفاش كتجيري كيفاش كتجيري الفلو ديال الجوروتينز تيولي صعب. يعني تقدر غابيدمون طيح في ديدلوكس ولا بدات هذه لا بارتي اللي تجيني شويه اون توكا زعما تشالنجين في جو. يا الكونكورنسي جينيرالي ماشي غير في جو مي زعما جينيرالمون الكونكورنس ماشي انتويتيف. كاين واحد الكتاب على نيت جو سميتو كونكورنسي ان جو زون كيعطي some good patterns. نبقاو في دوكر وجولانج. تقدر تشرح لينا واحد السؤال شويه عبيط ولكن تقدر تشرح لينا الديفرنس بين كونتينرز اند فيرتشوال ماشينز؟ الوغ ديجا زعما كي سيرفيو سي سيم زعما بيربس بتاتخ زعما مزيان الواحد يعرف باش شنو هو الكونتينر. مثلا انت كديفلوبي واحد لابليكاسيون وبغيتي تشيبيها لشي بلاصه الوغ ديك لابليكاسيون مثلا فيها كونفيغوراسيون فيها ديبندنت لايبراري بتات فيها كومبايلر خصك انستالي زعما كيكون واحد ليكو سيستيم ديالها خص بغيتي تباكاجي في ايماج تقدر زعما تشيبيها. دوكر اوليو باش كيعطيك يعني فيرتشواليزيشن لاير على كاع الاو اس ديالك كيستعمل في لينكس هو جينيرالمون زعما جوست ديال لي ليبراري زعما في لو ليفل في لينكس بون سي جروبس و سيستم دي و تحاول هي دوكر ماشي هو اللي ديفلوب هاد الكونتينر تكنولوجي زعما كانت في لينكس شويه قبل هو بحال صوب غير ديك الاي بي اي اللي كتكومينيكي مع انستراكشن لاير سي سا فوالا دونك هو عطى اي بي اي جيسون وهذا دونك ديك الساعه اي واحد يقدر يخدم به ويعيط على الكلاينت ديالو هذا دونك بالنسبه لي زعما الفرق هو لايت ويت وما كي يعني اللي كنتي غديبلويه في مثلا في الكلاود ديالك ولا هذا ما تياخذش الوقت بزاف في ستارت اب تايم يعني دابا يعني دابا داك الديبندنسيز اللي تيكونوا مثلا في الفيرتشوال ماشينز تيعطيك ولو اس كامل الفيرتشوال ماشينز وفي الكونتينر كيعطيك غير واحد ليبريت كومينيكيت اباوت الاندرلاين او اس ولا وات اكزاكتلي باش نوضحوا. وي الو نتايا بحال دابا فاش كت مثلا كيف عندك البيز ايمج مثلا اوبونتو ولا انت يعني فاش كتصوب داك الدوكر كونتينر ديالك ديجا زعما هاد لي تكنولوجي راه ماشي دابا سبيسيفيك دوكر يعني ميم هاد الدوكر فايل ولا هذا من بعد دوكر كانت عطاتهم الاوبن كونتينر انيشيتيف وزعما اي واحد يقدر زعما اي واحد يقدر يبيلدي ولا يستعمل دوكر في لينكس بلا ما انستالي دوكر يعني سكرير ايماج سباك و سبونسرنت رن تايم سي ولا شي حاجه بحال هكا. المهم راه بجوج ممكنين في الاوبن كونتينرز في جيت هاب اللي هما زعما كانت عطاتهم دوكر واحد الوقيته شبونس المهم شحال هادي في 2016 ولا 2017 و زعما دوكر بلس
يعني كتصوب بحال واحد سبيك ديال واحد ليماج ديالك، يعني كتقدر دير تاكسبوزي ان بور مثلا، تاجوتي فوليومز، تقدر تانستالي شي حاجه. هاد لوك لي ستيبس هما اللي بحال تقول كي تسطوراو، وفاش شي واحد كيعيط على ديك ليماج كتجيب كاع دوك لايرز، يعني غير دوك لي فيشي اللي تزادوا وتتحاول تكزيو. يعني في الاخر انت ديما كتعيط على الماشين ديالك، ولكن فاش كتبغي شي حاجه مثلا يعني تروني هاك كيمشي يقلب بعدا في الايماج من بعد ما لقاش كيدوز لو اس ديالك، يعني ما كي رومبلاسيش لو اس ديما. لو اس زعما بارابور الفيرتواليزاسيون اللي كتبدل كل شيء، يعني ميم زعما كتصوب واحد الكوش ديال فيرتواليزاسيون على كاع لو اس ديالك. الكونتينرز لا زعما كيبقاو تعيطوا على يعني كاين، يعني بحال كتزيد الريوزابيليتي. سي سا سي سا، يعني الى ابري راه ماشي بحال دابا في لينكس و في الماك وفي ويندوز راه كيديروا فيرتوال ماشين، حيت دوكر حيت دوكر تيخدم غير في لينكس. دونك كدوز لدوت سيستم كيانستالي فيرتوال ماشين باش ياكسيدي لينكس باش يقدر يدير داك. اوكي سامر، سؤال عبيط عاوتاني، انت خدمتي فين؟ خدمتي بكوبرنيتيس ودابا خدام مع دوكر. السؤال الفلسفي، شكون اللي احسن، كوبرنيتيس ولا دوكر سوارم؟ سوارم ما بقاش دابا في دوكر، كان زعما تباع في الانتربرايز سيل. المهم كانت حيت دوكر كانوا باع الانتربرايز بيزنس ديالهم في 2019، و تمام مشات من كومباني كبيره لستارت اب. اوكي، وكاين شي سوليسيون عندك دوكر اللي بحال قلتي الترناتيف للكوبرنيتيس؟ لا دابا لا. وشنو تجيب لك في هذا الكومباريزون بين سوارم وكوبرنيتيس؟ في نظري دابا دوكر زعما ما عرفتش انا زعما بوتيت سؤال فلسفي ولا جواب فلسفي، مي مثلا تيبان لي انايا دوكر زعما بقات كتبيلدي كثر زعما في زعما ديفلوبمنت. يعني كتلقى دابا الانجينيرز مثلا كيديفلوبيو في دوكر، ولكن فاش كتجي ولا في دوكر كومبوز ولا هذا تخدم مزيان في زعما في اللوكال ماشين ديالك وهذا. مي اون فوا توصل ديبلومون الاوركستريشن لاير دوكر مالوغوزمون زعما ما قدرتش دير بلاصتها في سما في الماركت، سورتو بسبب زعما كوبرنيتيس اللي هو زعما تيستحق زعما وجاف جاف لو بون مومون. دوكر سوارم زعما ديفلوب من بعد شي 3 سنين ولا هذا، من بعد ولا عامين بوتيت. دونك ملي جا الكوبرنيتيس زعما كان ديجا افونسي وعندو زعما واش المارشي، هو راك عارف جوجل جوجل زعما اوتوك في نظري انا زعما جي سي بي ولا هذا كيستحق الانفراستراكشر ديال جوجل اون جينيرال زعما انتريسون. كتشوف زعما لي سيرفيس ديالهم وهذا زعما داكشي اللي غيخرجوه في الانفراستراكشر اللي هو مثلا كوبرنيتيس راه غيكون بازي على الاكسبيرينس اللي كانت عندهم في زعما في البيك زعما في بالنسبه لدوكر ما كانش عندهم هذيك الاكسبيرتيز في نظر. يا ندوزو دابا للسكيلين، قبيله هضرنا على البطوله وقلتي انك وصلتوا ل 3 مليون بيجز فيوز بير داي. جو بونس كنتي خدمتي مع واحد الاكستشينج سميتو ديستريكت ام، ودرتي واحد السكيلين تاع واحد واحد البلاتفورم وصلت ل 45 كي ريكويست بير سكند. تقدر تعطينا المهم واش عندك شي تعليق على هذا الشيء، ولا تعطينا غير زعما سام تيبس ولا سام شي حوايج من الاكسبيرينس ديك اللي عندك دابا في الراس على القضيه نتاع سكيلين بلاتفورم تو سيبورت هاد الهاي ثروبوت اور سامثينغ لايك ذيس. وي وي الوغ ديجا زعما كاع الاكستشينجز زعما اللي عندهم زعما الترافيك راه تقريبا عندهم هذاك الترافيك ولا زعما الاد اكستشينجز
علاش؟ حيت يعني فين ماشي واحد كيحل الباج ويب كتلقى ديجا ديك الباج ويب فيها ثلاثة ولا أربعة لي سبوت ديال البوبليسيتي و بلوس زعما كتلقى داك الاد اكسشينج كيخدم مع بزاف الكلاينتس بزاف الويب سايت دونك زعما اي سكي في الترافيك زعما اون جينيرال تيكون عندهم زعما كبير بزاف. انا بالنسبه لي ديك الاكسبيريونس كانت زعما انتريسانت بزاف حيت بحال تقول كان واحد ريسيرش بروجيكت كانوا بغاو يموفيو من نوت جي اس لجو و في نوت جي اس كان عندهم تقريبا شي 90 ماشين اللي كتراني هذاك هذاك اللود و يعني افتر واحد 6 مانث اللي خدمنا عليها بدلنا الداتا لاير كانت في مونجو دي بي حولناها لكاساندرا و زعما اللانجويج تاعو من نوت جي اس لجو ما كناش كملنا كاع البلاتفورم حيت فيها الريبورتين وهذا مي غير ديجا الاد سيرفين بارت زعما مشينا من 90 ماشين تقريبا 7 6 على حساب على حساب ترا دونك سي فري درنا امبروفمنت اخرين يعني مثلا كافكا باش زعما كتنقص داكشي اللي ماشي ما كيحتاجش ولكن اوفر اول زعما علاش علاش خدمتو كافكا؟ الوغ كاين شي حوايج بحال دابا الريبورتين ولا هذا مثلا الا اليوزر كليك على شي بوبليسيتي خاصك بحال تقول تكالكولي داك الربح زعما شحال انت الوغ ما تكالكوليش ديك الساعه بعدا كتستوري يعني هذاك الشيء يعني خدمتي بكافكا خدمتي بكافكا في شي حاجه اللي ما خصهاش تكون ريل تايم زعما وي يمكن اليوزر ملي تيكليك انت عاد كتاخذ هذاك وكتغوديريجيه لاباج ديال لابوب ولكن انت بعدا كتستوكيه و وي ماشي شي حاجه اسينكرون الوغ تيبس زعما صراحه زعما كيس باي كيس شنو نقول لك زعما هذيك هذاك البروبليم ديال الاد سيرفين زعما كيت ابليكا في بزاف الحوايج اللي هو بحال تقول غير الوغ كتجيك ريكويست كيكون عندك بزاف كيقول لهم دي اس بيز خصك تصيفط لهم كاملين ديك واش شي واحد انتريسي مثلا بهذا اليوزر هذا حيت تكون ريال تايم بيدين دونك كتجيك ريكويست خصك تصيفطها مثلا 10 ولا 15 للدي اس بي على حسب مع من كتعامل وكل واحد تيكون عنده دي زانتيغي ديفيرون مثلا الويب سايت تيقول لك مثلا ما تدوش لي هذا التيب ديال لي بوب ومثلا هذاك هذاك دي اس بي تيقول لك ما تجيبش لي هاد اليوزرز دونك كل واحد باغي دونك انت كيكون عندك بحال واحد الانجن ديال الفلترين ولا هذا زعما السيكريت هو ماشي بالضبط سيكريت زعما راه باينه زعما تنقص الكالكوليشنز ماكسيموم الا عندك سي بي يو باوند الا عندك اي او باوند تحاول تمولتيبلكسي ولا زعما دير كونكورنسي از ماتش از بوسيبل دي فوا كيحتاج تبدل لانفخا يعني مثلا تاخذ ماشينز اللي عندهم نتورك زعما باندويت كبر دي فوا كتحتاج ماشينز اللي عندهم مثلا ميموري كبر ولا هذا في لوكا ديال مثلا هذاك هذاك البروجي ديال الادز زعما لان دي شونجمون ماجور هو ولينا كنديروا اغلبيه الحوايج ان ميموري يعني كنستعملوا روكس دي بي ولا زعما زي تكنولوجي بحال هكا ريديس ديما خصك نيتورك كول ريديس سيرفر يس دونك خصك شي حاجه تتمبيدي روكس دي بي امبيدد يس وي وي امبيدد داتابيس دابا ولاو كثر ولاو دابا زعما لو شو كثر مي امبيدد داتابيس تخليك ما تكون عندك حتى شي نيتورك كول وتقدر تقدر توبتيميزي بحال هاد بحال هاد التيب تايب اوف ابليكيشنز يا قلتي قبيله درتو مايغريشن من مونجو دي بي لكاساندرا كان يوزر مع القضيه ديال الداتا ديال الداتا مايغريشن از ا فيري كريتيكال سبجكت شي حاجه اللي فيها شي الصداع كيفاش درتو ليها في 6 شهور ولا يا 6 شهور قلتي البروجيكت كيفاش درتو الداتا مايغريشن الوغ الداتا مايغريشن صراحه في الالتس ماشي كريتيكال بحال زعما
زعما لي دوني دو جيستيون ولا زعما شي تايب اوف داتا اخرين شنو نقول لك زعما تقدر في الادز تقدر كاع تنسى على داك الشيء اللي كان عندك وتبدا من جديد يعني خصك 3 ويكس ولا 2 ويكس حيت ما خصكش بزاف لي ستوريك على اليوزر باش تعرف مثلا انتريست ديالو ولا هذا زعما ما كتبيلديش داك البروفيل واغلبيه ماشي نتايا اللي كي تكون عندك كل اكستشين كل دي اس بي هو اللي تي مانتوني زعما الديتا على اليوزر اكثر يعني ماشي الاكستشينج عنده واحد اللاير يعني كيحاول يكري داك المابينغ ولكن ابار سا زعما تعاود تقدر تعاود تبيلدي الباز دوني من جديد في مده صغيره الوغ حنايا كنا درنا واحد المايغريشن ولكن زعما اي واز فيري سيمبل ما كانش تما شي تكنيكلي سير يا لا زعما خدمت في اي تي ال بروجيكت ولا هذا اللي زعما توك 2 ييرز ولا هذا باش يكملوا ماشي في هذا فهاد الحجم يعني شي حاجه تتكون سهل على حسب التايب اوف ابليكيشنز اللي انت فيها يا yeah, وفي القضيه هاد البروجي اللي درتو من مونجو دي بي الكاساندرا واش زعما واش درتو كيفاش مايغريت واش كافكا ولا كيفاش درتو مايغريشن ولا تريجرز ولا باش شبونس غير سكريبت اوكي وي زعما تاخذ باتش جو مثلا yeah. 100K ولا هذا تعاود ولكن زعما بلوس حنا كنا تنتيستيو سكالابيليتي ديال كاساندرا زعما هي اللي فين ضيعنا اكثر ديال الوقت و ريسبونس تايم حيت زعما داكشي اللي تيوعدوك به خصك تاكد انه زعما كاين مونغو ديبي كان المشكل هو الريسبونس تايم كيتبدل وفي الادز اون جينيرال خصك ما تفوتش 200 ملي سكندز سورتو في الا عند اليوزر واحد كتسمى المهم مشات لي سميتو مي كاين دي فوا في الكلاينت سايد تيكونوا بحال تقول اليوزر تي انستالي بزاف الاكسشينجز و باش كي انستالي الهيدر بيلين كتسمى اللي مثلا ما كيبقاش يتسنى فيك انت حتى تجيب الادس اون فوا كتفوت مثلا 200 ملي سكند ولا هذا كي افيشي داكشي اللي عنده زعما البيست برايس في داكشي اللي عنده باش مي زعما بوغ اوبتيميزي حتى باش يجيب كثر ديال الكليك يعني اليوزر باش ما تبقاش لاباج عاد تلود هذا دونك المشاكل اللي كانوا في السيستم القديم هو بزاف لي ريبونس مثلا مونغو دي بي كيفوتوا ديجا 200 ملي سكند و واخا كتصيفط الادز ما كتبانش دونك خصك بعدا ديجا تكون انت هو الخفيف في الاخرين ولا او موا بعدا تو تاسور ان تليفري في 200 ملي سكند يعني ميم الا صيفطتي ريكويست مثلا دي اس بيز وتعطلو ما يعني كتانولي دوك ريكويست اللي تعطلو وتليفري بعدا داكشي البيست بحال تقول زعما تتحاول دير ديما best possible scenario في داك الشيء اللي عندك اوكي ندوزو البراكتيسز اولا يا قبيله هضرنا على القضيه ديال جو وبيتون جانجو نهضروا دابا البيست براكتيسز ابستراكشن فيت على اللانجويج شي يومين هادي واخا تنقرا شي لعبات على التي دي دي وكاين هذا النقاش ديال تيست دريفن ديفلوبمنت كاين الناس اللي تيقول لك ات از جود وكي بوش فور ات وكاين شي واحد تيقول لك اتس جاست بي اس وما خصكش دير شنو هو الراي ديالك انت في التدريب صراحه جربتها شنقول لك شي 1 ويك ولا هذا ما قررتش هي الوغ مي بحال تقول زعما تيبان لك لافونتاج ديالها ولا تعاوتاني واحد لا طوندونس ديال تعلم لانجويج بالتيست اللي هي زعما تتبان لي ايدي واعره في نظري زعما كاين زعما
الناس اللي تخدموا بتي دي دي زعما ماشي زعما تي يشجعوا عليها مزيان. صراحة أنا ما عمري خدمت بها زعما اوفيسيالمون. هذا اللي تنقدر دي فوا ندير هو تحاول تصيب ستراكشر وكاع الفانكشنز يكونوا زعما نوت امبلمنتد، يعني بحال غير باش كتفاليد تاخذ الفيدباك، يعني تكوميتي دوز الكود ريفيو، حتى شي حاجه ما امبلمونتي غير باش تتفاليدي زعما الفلو ديال الداتا وهذا والستراكشر. زعما تتبان لي هي تتحل شويه هاد المشاكل. كتاخذ كود ريفيو، كود ريفيو زعما من اذر بيبل، اذر انجينيرز، وي اذر بيبل بلا ما تكودي والو، حيت زعما في التي دي دي زعما كاين بزاف لي زافونتاج اللي منهم مثلا كتعاونك ستركتوري ديزاين. ديزاين هو من اكبر. ديزاين شي مرات كتكون كتكودي وما كتردش البال، كتبقى تعيط للدايركت، ما كاين لا انترفاس ابستراكشن، كتجي كتبغي تيستيها ما كتلقاش ايزولي. سو هذا هو سي سا لي ديناك. سير كمل، اسمح لي خطاتك. لا دونك هي واخا ما كاين زعما كاين بوسيبل بحال تقول ايديالمون زعما راه خاصك تصوب داكشي زعما كيتبع واحد ديزاين باترن لهذا. تي دي دي تعاونك باش تحقق هاد الاوبجيكتيفز. ابري زعما الى الكومباني ولا حتى شي واحد اللي زعما معاكم في الشركه ولا هذا ما تيخدم تي دي دي على سمو لا بيرسونال تشويس، ولا تتبان لي زعما كاين دوتغ باترن اللي يقدر يوصلوك plus ou moins les objectifs du TDD, bien ma certaine TDD. Des fois, maintenant, il y a une sorte de test, quand il y a l'implémentation qui me clique, que tu subes test de là, ou les carrés, tu sais, j'ai jamais implémenté. Il y a le test qui est vraiment validé, ou un coulchi qui est très moca. يعني وتا شي حاجه ما امبليمونتيها تكوميتي تاخذ فيدباك عليه حتى تزيد في الامبليمونطاسيون. زعما ماشي بالضبط دير فول تي دي دي من الاول، مي زعما كاين شويه كاين دي فوا دي ميكس اللي تيقدروا يخدموا مزيان. يا اذر زعما اذر براكتيسز اللي كيبانوا لك كنا هضرنا مره في تيكشي زعما عموما في المغرب الكود كواليتي كتكون عيانه. شنو هما البيست براكتيسز اللي انا خدام المغرب؟ سو شنو هما البيست براكتيسز اللي كيبانوا لك زعما مزيان ولا تعلمتيهم through your career، هما ديال انك تكودي كود مزيان ولا كود نقي؟ في نظري زعما ديجا زعما الكود كواليتي ناقصه اون جينيرال، حيت ماشي زعما جو بونس سي نورمال زعما على حساب الماركت وعلى حساب زعما اغلبيه زعما ما حدك كتوصل شويه بتدخل الشركات ديال التيك ولا هذا عاد كتلقى زعما الكود كواليتي كتزاد. ما حدك مثلا تبعد على الشركات ديال التيك زعما بتدخل كون غلط 100% ولا هذا، مي زعما لافي ديالي هو الشركات اللي زعما كثر في التيك تيكون عندهم اون جينيرال زعما الكود كواليتي احسن. شنو تيخلي احسن؟ شنو هما البراكتيس داكشي قلت لك؟ شنو هما اللعيبات اللي كيخليو ان الكود يكون مزيان؟ شي حاجه براتيك لشي واحد اللي كيسمع مثلا بودكاست ولا شي حاجه اللي مثلا غدا قاس مثلا شي حاجه اللي انا نعطيك مثال. مثلا انا مثلا واحد الوقت قبل ما نقرا كلين كود كنت كندير مثلا فانكشنز ما كنردش البال للسميه، يعني ما كنتش وكنت تلاقيت مع واحد السي او قال لي انا قال لي هذا السي او هذا هو سي تي او سي او كان سي تي او ولا سي او، قال لي فاش انا كنبغي نومي شي حاجه قال لي شي مرات كنمشي حتى للديكسيونير باش نعرف. سو انا شي فهمتي دونك شي حاجه بحال هكا كتشونجي كلافي ديك. شنو مالهوي بحال هاد الحوايج هادو مثلا بخاتيك فهمتي؟ وي انا نحاول نعطيك زعما جينيرالمون مثلا سكتوب APIs اللي they are hard to misuse. يعني مثلا إلا سكتوب مثلا شي function ذاك الكولر ديال function صعيب باش يعيط عليها غلط، ألوغ باش صعيب باش يعيط عليها، يعني خاص يكون تقريبا أغلبية إيديال مون زعما كاع الباراميترز ريكوايرد. إلا كان عندك شي حاجة أوبشنال خاصك تصوب زعما
احسن طريقه باش يكونوا اوبشنال تكون عندك جود ديفولتس يعني الى اليوزر معي ما دارش هاد الاوبشنال تعطيه احسن حاجه بوسيبل عاوتاني مثلا كاين دي تروك شنو نقول لك ايدن بوتنسي يعني لعيط على واحد الفونكشن عيط على واحد الاي بي اي جمرات ولا اكثر ما غاديش تخسر لك الديتا يعني خصك بريزوموا الى جات نفس ريكويست جوج مرات ديرها زعما الريزلت يكون لو ميم شنو نقول لك باوندد كونتست داكشي ديال زعما كيفاش تقسم البروجي ديالك لواحد الطريقه انها يعني ماشي كلشي تعيط على كلشي يعني تحاول تقسم داكشي زعما تيحتاج ديفو تفهم الميتي يا دابا يعني دابا شي دابا نحس بك داكشي مرات عندك دوك افكار فراس كيبانو تشك تجي كتكودي دابا انت واخا تبغي تبغي زعما تقول واش تجي صعيب ما غاديش كودي غادي داكشي شنو نقول لك زعما بوتيت في جو ما عرفتش تغنية زعما اللي تحاول زعما يتشيكي كثر ديزاين باترن ولا هذا زعما كثر يمشي يشوف زعما زعما الليدرز في هاد الدومين يعني مثلا شنو نقول لك سايمون براون اللي مصوب داك الكتاب مشات لي سميتو تيم توبولوجيز زعما اكثر الناس اللي تكتبوا في الدومين ديال زعما دومين دريفن ديزاين ولا زعما في الاخر هو اللي غيخليك تصاوب كلين كود ابري زعما في الكوتي لانجويج زعما كاين ديك المقوله زعما ديفلز ان ار ان ذا ديتيلز يعني دي فوا راك انت كتفهم الكونسيبت الكبير ولكن فاش كتجي تامبليمونتي كتزقلا وما كتعرفش علاش ابخي مثلا كيقدروا عندك مثلا شي فانكشنز خصها تكون برايفت كديرها انت بابليك يولي معيط على بلاصه اخرى الوغ كو ما خصهاش تكسبوزا زعما راك عارف بزاف الحوايج زعما تيتعلموا مع الوقت والواحد غير يحاول يبدا و تزي قال لي يحل عقلو شويه شي مرات بنادم باش كيكون خارج يلا بادي كيكون شويه الايغو وصل لك كنقاري في شي ايكول سوبيريور ايكول دو بريستيج كيجي شي واحد كيكريتيك الكود ديالو تيفهمش ديك ديال انا صوا تادي خص بنادم شويه يهبط الايغو ديالو حيت حتى شاد ما عرف كلشي صوا سي سو مزيان باش بنادم سير زعما خصوصا فاش كتخدم في زعما زعما كومبانيز اللي عندهم شويه تالنت ولا هذاك كيبان لك ان زعما اي واحد يقدر يصوب اي حاجه زعما كتلقى بزاف زعما الناس اللي عندهم تكنيكلي زعما سكيلد وما تيبقاش داك الايغو ديالك زعما مع على حسب الاكسبيريونس ديالك زعما الايغو ديالك كيبدا ينقص اي بيان يا قبل قلتي البرايفت والبوبليك فانكشن كاين واحد النقاش عاوتاني نقاش فلسفي اخر كاين ناس كيقول لك خصك تيست البرايفت فانكشنز وكاين ناس كيقول لك لا ما تيستش البرايفت فانكشنز شنو تيبان لك انا جينيرالمون ما تنتيستيهمش هذا بحال تقول اي حاجه مش ما عندكش ما خصكش تعيط ليها راه يعني تنتيستي الكونترا معاك يعني كسسوا ما بين لايرز ولا هذا هما اللي جينيرالمون تنتيستي كي اللي تيستيهم على حساب عالتين دي فوا كيكون عندك برايفت فانكشن ولكن داك اللي تعيط ليها مثلا الا جيتي غادي تيستي غير اللي كعيط ليها غتولي يكونوا لي تيست ديالك كبار الوغ كتشد هذيك برايفت فانكشن حيت يعني مثلا عندها الكالكول واضح كتبغي تيستيها مزيان
ومن بعد داك اللي كعيط عليها ولا هذاك يكون عندك تيست كتيستي داك الشيء الاخر. يعني على حسب اليوز كيس جينيرالمون ما كنديرهاش، ولكن الا كان في ديكا بحال هكا، الا كانت شي فونكسيون امبورطونت وعندها زعما سورتو شي حاجه مثلا ريلاسيون بالبيلين ولا بيلين سيستم ولا كتبغي تيستيها مزيان باش تفاليدي ما فلوس كريتها. يا قبل هادشي على الكتاب ديال سايمون، انت جينيرالمون كيفاش كتخلي راسك اب تو ديت؟ قبل هضرتي قلتي انت جو بونس خدمتي من الاوائل اللي خدموا ببيتون في المغرب، الاوائل اللي خدموا بجو في المغرب. افو ترافي زعما كيفاش، ماشي افو ترافي زعما كيفاش انت كتخلي راسك اب تو ديت؟ صراحة مبقيتش اب تو ديت بحال شحال هادي، ولكن بحال ديما تنتبع بعدا ديجا بودكاست شويه. اغلبيه ماشي اغلبيه نيوزليترز وداك رادارز اللي تيكونوا كتلقى داك تكنولوجي رادارز كاين شي جوج ولا ثلاثه اللي كنتبع في تويتر مثلا. نو تلقى كاين واحد ديال توت ورك الا درتي غير تكنولوجي رادار في جوجل راه غادي يا توت ورك فيها مارتن فاولر نتا ديك ال يب يب اوكي يب. وكاين كاين انفو كيو تا هو كيعطيك ترندز فهمتي كومبانيز اللي كي اللي كيحاولوا يجبدوا الماركت زعما شنو فيه ديجا زعما كاين دوك نيوزليترز اللي كيبقاو يعطوك الباكجز وتولز جداد. هذوك المشكله زعما كاين نويز اكثر من السيجنال. يعني دي فوا شي حاجه ملي كتبدا تشد ولا زعما كتبدا هذاك كتبدا تبان في دوك ترانس ولا هذا، دونك اس مومون لا كتقدر تعطيها زعما واحد الوقت تخصص له مثلا هاد العشيه ولا هذا دايف اكثر تشوف زعما واش كاين شي انتيغي ليها وتحاول تفهم احسن. دونك هادشي اللي كاين. سينو بودكاست راك عارف كتقد سنة مرة في الشهر كيكون شي بودكاست زعما شي حاجة اللي كتجي. شنو هو البودكاست اللي كتسمع لهم انت؟ سنة نجبد لك صراحة زعما دوك المعروفين ليكس فريدمان بودكاست ديال الاي اي. هو ماشي كيهضر كيهضر شي على الاي اي كان في الاي اي كان في الاي اي دابا كيجيب كلشي دابا راجع باخر عقل ذكر وي وي صدق ديال سكر سينو سنشوف سوفتوير انجينيرين ديلي يا داك زوين يس عندي تشينج لوغ عندي مودرن فاينانس ما بقاوش كيديروا انفو كيو تا هو دي فوا تحاول تشد شويه داكشي جديد شويه جافا وشي وحدين ديال الكريبتو و التريدين يا انت عزيز عليك الكريبتو شتك كومونتيت على واحد البوست ديال واحد السيد فاش كان هضر على فيزا وقال بان البانكس ما يبقاوش سوا هضر واش انت زعما متبع في الكريبتو ولا ماشي بزاف؟ لا 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 ما نتبعش زعما التكنولوجي اون الميم زعما زعما تثق في ابخي زعما البلوك تشين ماشي بالضبط زعما التكنولوجي ديال البلوك تشين يعني ديستريبيوتد ليدجر ولا هذا زعما تيبان لك لانتيغي ديالها ابخي دابا ليكو سيستيم ولا على حساب راك عارف زعما بلوك تشين ما بقاتش غير زعما داك زعما بحال في الاول ولا مثلا حتى في جا ايثيريوم ما بقاتش غير زعما داك سمارت كونتراكت لا هذا ولا زعما كثر بزاف يعني كتلقى اوراكل ديسنترلايزد ستوريج داك الواليت زعما بدا ليكو سيستم تيكبر ك صعيب باش تتبع مي تنتبع شي وحدين تنتبع بولكا دوت تعجبني زعما كثر لا فيزيون ديالهم سيتو شي حاجه بحال هكا زعما تتبع ابخي تنحاول نتسند دوك لي فيديو اللي تي بحال تي بريزونتيو شي كريبتو جديده ولا هذا تنحاول نتسند مره مي زعما شي وحده اللي تشوف شويه اكثر ديتيل لادم بولكا كنت واحد الوقت شويه انتريسيت بسولانا ولكن ما كملتش. واش نجيب لك بيتكوين مثلا الناس كيقولوا ان بيتكوين هي المهم دوك الماكسيماليست ماكسيماليست يس وي
متفق معاك زعما بزاف بزاف تيبان ليا الماكسيماليزم عنده زعما فيه بزاف ديال حيت في الاخر سوفتوير يعني الا داك الا بقيتي تيفولي في واحد سوفتوير يعني يل سوفي ان كلشي ادوبتيه تبقى تيفولي فيه زعما كيما لا كوميونيتي بغات و تيبان لي البيتكوين اكشوالمون زعما كيديروا كثر ديال واخا تيبان ايثيريوم زعما تي افونسيو تيجينا انا بيتكوين تي افونسيو كثر زعما واخا بيتيتر كو شركات زعما بحال تقول شركات اللي تيخدموا بيتيتر على البيتكوين بلوز انتريسونت ممكن يعني تلقى سكوير تلقى ديك بلوك بلوك ماشي بلوك فاي كاين واحدين هنا في كندا المهم فاوندر ديالها من هذوك اللي تيقولوا زعما كان بيتيت هو ساتوشي عرفت يس عرفت مشات لي سميتو المهم يس المهم اون توكا زعما راه كيبان لك البيتكوين تي افونسي كثر من الاخرين الايثيريوم كثر فيه ليكو سيستيم كبير بزاف و بزاف لي بروجي والتجمع دابا هذيك داك النقاش قبيله ديال الجولانغ وجافا بيتكوين تيدير حاجه وحده ايثيريوم دي ار تراين تو هاندل ا لوت اوف ستاف فهمتي هذا هو زعما بيتكوين زعما الحاجه الوحيده اللي تيدير هي القضيه ديال الفلوس زعما حيت عنده واحد عنده واحد القصه بعدا مزيانه وعندو ناس اللي فهمتي كي دي بليفينات ريليجيوسلي يعني واخا ما شنو غادي وخا ان دولار غادي يبقاو هولدين ات سو هذا هو زعما هادو هما جوج العوامل اللي كاينين عند البيتكوين كعمله ماشي بزاف تكنولوجي مي كعمله زعما بحال الشكل ديال الذهب هذا هو هذا هو الاخر ديالها باش ما نضيعوش بزاف الوقت ندوزو للريموت انا شفت بانهم انتم من 2017 لدابا كنتي كتخدم ديما ريموت علاش وي وي علاش كان عندي تزاد عندي وليد و بغيت زعما نكسر ديك الفكره ديال تمشي من الخدمه بعد ما تعطر ولا تصدق توصل حتى السبعة ونص ولا هذا ما تدوش الوقت معاه دونك اون فوا اون فوا تزاد عندي ودي زعما بديت نقلب غير على ريموت و زعما من هذيك الوقيته الماركت ديال كندا ما كانش فيه الريموت بزاف ولا دونك اليو اس كان هو زعما احسن طريق بالنسبه لي يعني دونك بقيت نسيليكسيوني في الاول كنت انا اللي زعما تنقلب على ريموت من بعد زعما من بعد الكوفيد زعما كاع الشركات دابا اللي تكتبوا لك على ريموت دونك ما بقاش كاع حتى شي واحد كيصيفط لك على ماشي ريموت دونك واش نجيب لك القضيه ديال المهم انا خدام دابا ريموت تقريبا غادي العامين ما كيبانلكش كاين فيها شويه ديال لي زانكونفينيون مثلا خصوصا في القضية ديال الريليشن شيبس يعني مثلا فاش كنكون خدام في شركة كان عندك واحد المهم كنهضروا بعدا في المغرب ما عرفتش برا مي في المغرب كتكون واحد البيرسونال ريليشن شيب كتكون واحد باكي كيولوا هذوك هما صحابك فهمتيني سو فاش كتكون بوحدك في الدار شوية كتنقص الصراحة ماشي ديما زعما في الكومبانيز اللي جربت كان عندي واحد الاكسبيرينس في انفيجن اللي تمام كانت مختلفة بزاف زعما لدرجة أن إنفو فرقوا التيم كانوا قسمونا كل شيء خرج زعما دي فو ما تتكونش بهذا زعما دي فو تكون personal relationships وهذا وحد الآن باقين تنطلقوا زعما نفس ديك التيم تنطلقوا مرة في الشهر ولا هذا في زوم يا هو داكشي اللي كيشوف دابا دابا ماشي بحال دابا زوم ماشي بحال ان بيرسون فور سام ريزون ما عرفتش سي فري ولكن زعما اف يو مينتين داك ريليشن شيب كاين زعما سي فري كو عندها بزاف لي زانكونفينيون زعما في البيرسونال ستاف ولكن مثلا الا كنتي عارف شي لكن جاي كتسافر بزاف ولا هذا لافونتاج يولي عندك صحاب في بزاف البلايص يعني فين مشيتي تلقى بهم وتشوفهم ان بيرسون يا متفق معك القضيه ديال يا هاد القضيه صراحه ديال الريموت خصوصا بالنسبه لينا بحال ديك بقيت تحليك عينيك شويه ديال احنا بحال ولينا عايشين في الخدمه سو ولا يعني مزيان ما يكون عنده شويه ريليشن شيبس اوتسايد اوف ورك
ميرا في المغرب زعما الصراحه تتحل بزاف البيبان. انا كون كان الريموت في المغرب زعما بوتيتر كنت كون بدا الريموت شحال هذيك كانت ممكن نبدا زعما نخدم ريموت من 2000 و زعما من نهار كاع تخرج 2007 ولا دابا كتلقى القدر يلاه تيتخرجوا و تيبداو ريموت. زعما بالنسبه لي انايا مزيانه بزاف واحد يقدر يسافر سورتو الا كنتي يلاه باقي ما مجوش وهذا دونك تقدر تمشي دوز عام عامين سي فري باسبور مغربي صح انت ما تبقى محدود ولكن المهم على الاقل تجي لتركيا وي وي المهم تمشي لتركيا اندونيسيا المهم زعما الله الدول وي وي وتشوف شنو او ميم طون كتستافد في الخدمه وكتستافد في حوايج اخرين. يا هاد القضيه صراحه ديال تا ديال ريموت اند هاد القضيه ديال لافونتاج اللي قلتي ديال كتولي جادج دون ذا اوتبوت ويتش از جود حيت مرات في الخدمه تلقى تماش جالس وكتسنى توصل وصلنا لك تكون يلاه بادي كتسنى توصل ستونز المهم الا كنتي شويه سنه تقدر تمشي مي باش الله كتكون بادي كتكون شويه بحال ديك ديال فورد ديال ما تقدرش تسافر دابا مثلا تمام من نهار تخدم من نهار خدمت ريموت تقدر نسافر في اي وقيته مع العائلة ولا هذا زمان ماشي بالضبط الصيف الصيف شي كثر في الشتاء ولا هذا يا يا صراحة مزيان كاين ديزافونتاج وكاين ديزانكونفينيون مي إلا رديتي باش تقدر تخليها كل افونتاج. اوكي هضرنا قبيلة على يا هضرنا قبيلة على الميتينغز قلتي ما زيدتش عليك الميتينغز كيفاش انت كتعامل مع الميتينغز جو بونس يكون عندك ميتينغز ما يمكن زعما يكون عندك ميتينغز كيفاش كتعامل معاهم كيفاش تعمل زعما توجد لاجوندا ديالك ولا داكشي زعما على حساب الا انت اللي كدرايف الميتينغ زعما تكون عندك زعما ديما تحاول تاخذ لي نوت اكشن بلان زعما اكشن ايتمز ولا هذا او بعد سيفتهم في سلاك مي ابخي لما كنتش انا اللي تندرايف الميتينغ زعما اسد تدخل على حساب ولا كان ستاند اب ولا هذا راه زعما تعطي الابديتس ديالك مي ماشي انت اللي زعما ماشي كثر تجاوب على الاسئله ولا لا عندك شي بوان ما تبريباريش بزاف لو فيت انك يكون عندك جوج ثلاثه في النهار صافي ما تقدرش تبقى تبريباري كل واحد. انت شنو تدير في الميتينغ؟ انا شنو تدير؟ انا بعدا كنعمل ايفيتيهم بعدا الا كان ممكن عند على حساب كاين انا اللي مثلا حماش خصوصا في ستاند اب ميتينغ شي مرات هي هذيك دوك الابديتس اللي انا ما مسوق لهمش ولا انا ما غاديش نستافد يعني كيدخلوا شي مرات شي نقاش خصوصا دوك المهم باقي ستاند اب مليميتي كنقول واحد دائما شكون تنديروا دوك سبرينت بلانين وكندخلوا في ارغيومنتس يعني كتولي ميتينغ كيسير في ثلاثه السوايع اونس ويتش از ا ويست فهمتي خصوصا كيدخلوا شي نقاش مثلا شي مرات باك اند وباك اند ومعنا فرونت اند ولا فرونت اند وفرونت اند وانا باك اند شنو ندبي فهمتي شي مرات ما تنحملش مي الا كان غير شي حاجه اللي بحال هكا بالزربه وانا خاصني مثلا البروغريس ولا اي ويل مي وكنهضر زمان ايفيتو ما نكذبش عليك هذيك القضيه ديال لي ار جاست اون اوت بوت ما تكتبش شحال من ميتين حضرتي ليه في السي في ديالك هذا هو هذا كيخص اوبتيميزي الوقت ديالك. اوكي نهضروا على الوقت كيفاش انت كتمانجي الوقت ديالك تو دو ليست ولا كالندر ولا والو نقول لك والو تحاول زعما دير شويه مانجي الوقت ديالك. انا الشخص زعما اللي تنحاول ندير زعما ابار الخدمه ولا هذا هو تقسم الوقت ما بين بحال في التيك ولا هذا تقسم الوقت ما بين شويه الاكسبلوريشن داكشي اللي ديجا زعما اللي جديد باغي تعلم والاكسبلوريشن زعما تحاول زعما تصوب شي حاجه زعما تجيني شويه تشالنجين مي زعما جو بونس هنا فين شويه كنحاول ننظم وقتي يعني مثلا ما تبداش خدام في شي مثلا سايد بروجيكت ولا هذا وتنسى تعلم حوايج جداد وكذلك ما تبقاش غير تقرا شي جديد وانت ما زدت براتيكيش دونك هذا زيد تقول ديك الرايت بالانس هي المشكل زعما نحاول هي اللي فين تنعطي اكثر زعما كنفكر في اكثر في الجيستيون ديال الوقت. وكيفاش كدير هاد الجيستيون واش
كيفاش زعما التولز؟ يس الوغ اغلبيه في من ناحيه الكود كان عندي داك داك اللي كيدار في الاديتور شنو سميتو نشوف الاكستنشنز اللي مانستالي. كاين واحد اللي كيبقى يصيفط لك مره في السيمانه غراتوي، كيبقى يصيفط لك مره في السيمانه شحال خدمتي في كل حاجه، وجينيرالمون زعما اتس جود. شنو هذا فيس كود ولا كاين في كل شيء واكا تايم كاين واحد الالتيرناتيف ديالها زعما من تما كت مثلا فاش كيصيفطوا لي مثلا داك الويكلي ايميل وتتلقى مثلا ما كوديتي شي السيمانه تقول علاش مثلا يا شو سميتها ديك الاكستنسيون باش نعاودوا الاكستنسيون سميتها واكا تايم. واكا تايم كي تكتب دبل في ا يس دبل في ا كا ا اوكي تايم اوكي صافي قديمة راه ماشي راه السوما تكون خرجت شي حاجة جديدة حيت هاد واكا تايم زعما راه شي 7 سنين ولا 8 سنين ولا تنخدم غراتوي. إلا كنتي زعما ما كيعطيكش ليستوريك طويل جو بونس كيخلي لك 30 دايز ولا هذا، مي سوفون أنا كنبغي غير هاد السيمانة شنو درت باش كتكالكولي زعما شحال درتي ديال هاندز أون كودين فيرسز زعما حوايج أخرين، وكيقدر يتراكي لك زعما حتى حوايج أخرين. اش بونس عنده تا بروزر اكستنشن انا ما دايرهاش، مي مثلا كيقدر يعطيك الوقت اللي سبانديتي مثلا في تكنيكال ريسيرش مثلا ستاك اوفر فلو ولا في زعما في تيك تيك ويب سايتس كيقدر يكالكولي لك زعما شحال خدمتي ديال الوقت في السيمانه. كاين دوتر سوليسيون بيونت اللي زعما بلو بريسيز الا شي واحد بلوس انتريسي بهاد زعما راه يعرف ان كاين تولين تيعاونك تمزوري ولا تراكي شحال كدير شحال كضيع ديال الوقت سلام يا هذا شو بلا المهم كاين في القضيه ديال الاكسبلوريشن فيرسز اكسبلويتيشن كاين واحد الكتاب سميتو الغوريثمز تو ليف باي يا تيهضر على هاد القضيه هادي ديال سو يا نهضروا على الورك لايف بالانس قبيله هضرتي على الريموت وحتى زاد عندك وليد الورك لايف بالانس شنو جايبك في هذه القضيه ولا واش انت كتعاني معها ولا اتس جود فور يو ولا على حسب الشركات زعما دي فوا تقدر تعاني معها على حسب عاوتاني زعما البروجيكت اللي انت فيهم تقدر دي فوا زعما اوفر ذا ييرز تستافد ان زعما ما خاصكش تريدي الورك لايف بالانس ديالك زعما ديما خاصها تبقى بحال تقول هي الاولى وزعما تحاول اوبتيميزي لو ريست يعني مثلا سوا تفوكس اكثر فوق هاد الخدمه مثلا زعما لون دي ريزون مثلا تقدر تسد كاع السوشيال ميديا اكونت اللي كانوا تياخذوا لك الوقت بزاف ولا هذا باش ما يبقاش عندك لك الالتيرناتيف وتضيع زعما تخدم كثر باش يبقى لك الوقت كثر زعما كاين بزاف الناس كيعانيو من هذه المشكله يعني ما كيساليش في الخدمه وقت الخدمه ما كيقدرش يسالي الخدمه دونك كيولي يخدم مورا الخدمه دونك تتولي تاخذ ليه هو وقته اللي يقدر يدير فيه حوايج اخرين ولا يتعلم ولا يا كاين ورك لايف بالانس يا كاين واحد الكتاب سميتو ذا وان ثينغ واحد كيقول لك تيقول لك ايات ذا وان ثينغ تيقول لك في واحد الكوت كان عقل ما قريتش مش حال هذه تيقول لك وين يو ورك ورك هارد اند وين يو ريست ريست هارد زعما فاش تخدم وكنت صالح حتى محمد صراحه كان تيهضر عليه قالك فاش مشى هو اليو كي لقى القضيه قال شاف الناس انهم مثلا في الويكاند تيحبسوا شي حاجه سميتها الخدمه ولكن فوقيت الخدمه تيخدموا وقال لك من صراحه كتلقى الناس السيمانه كلها هما ما خدامين ما مرتاحين سو يا نضرب بلا شي الزواج كاين الناس هذا السؤال كنسولو بزاف ديال الناس خصوصا اللي كبار عليا كاين بزاف الناس تيقولك ان الزواج كيهرس الكارير وكاين الناس اللي تيقولك لا الزواج كيعاون في الكارير شنو النظره ديالك انت البارح كنت شفت واحد ستاتستيك قال لك اول مره في امريكان اكثر من 50% ديال العيالات مورا 30 عام ما مجوجينش ما عندهمش كيد وبتات بدا 50% اكثر من 50% ما عندهمش ولد زعما فيرست تايم ايفر جو بونس زعما هاد المشكل هذا ديال تفوكسي على الكارير ديالك
زعما it's the wrong زعما design decision زعما تفوكسي كثر على الكاري حيت زعما كارير راها مهمة وهذا، ولكن زعما في الحياة كاين بزاف الحوايج اخرين اللي تاهما زعما مهمين. زعما نفس شنو نقول لك بحال اوتوك بزاف الحوايج كنديرو كتبقى تحاول تاجلهم حتى من بعد تقول مثلا تنوصل لهادي وغندير هادي تنوصل الو دي فوا واخا غتوصل انت ما كتحسش براسك وصلتي لهذيك البلاصه بحال دابا تقول حتى نولي تن زعما نولي تندخل مزيان عاد نتزوج مثلا الو انت هي فاش غتكون غتبدا تدخل سورتو في العوام الاولى ولا ما يكونش عندك الوقت اصلا تفكر دير دونك زعما هاد لو ديليم ماليش حل الا تفكر في كاع داكشي اللي واجب زعما ماشي واجب لي اللي زعما مزيان لك ديرو تفكر فيه في وقته يعني جواج في وقته الاولاد في وقته بوتيت لا كارير في وقتها شنو 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 الوقت فوتر افي شنو الوقت الزواج فور اكزامبل في نظري قبل 30 عام في نظري ما عرفتش لا زعما اي اي اش قلت 30 عام مو 30 عام تتفوت شويه ويرد اوكي لا علاش ويرد ما عرفتش اوصا كتحس براسك بديتي تتكبر في المغرب وي في المغرب اون بليس تبقى ساكن عند والديك صافي زدت خاصك خاصك تجمع راسك حيت في الاخر الزواج ماشي غير زعما لافي دو كوبل زعما كاين في الاخر خاصك تكون راسك تقدر راسك خاصك زعما كاين بزاف المسؤوليات اخرين اللي زعما تابعينك تابعينك الا بقيتي تتسنى ديك الكارير راه بوتيت توصل لواحد لو نيفو مثلا خدمتي في زعما في ديك البوست اللي بغيتي ولا هذا ولكن الا ما قدرتيش زعما تيفولي في هذيك زعما من بعد ما تزوجتي راه ملي غتوصل 40 عام راه زعما في 10 راه الكارير ديالك الناس الاخرين غيفوتوك وانت غتبقى مستاغني زعما ديما في الاخر تابعك تابعك تقاتل فيهم بجوج ولا تنجح فيهم بجوج زعما في البيرسونيل او في البروفيسيونيل ما عندك ما دير يا وشنو شنو هي الديفينيسيون تاعك للنجاح شنو هو سكسس فور يو زعما على حساب الناس كل كومفورتابل لا ليك انت انا صراحه زعما كيجيني دي فوا كاين واحد المقوله تيقول لك مثلا كومفورت ويل كيل يور سول زعما اون فوا تحس براسك زعما كونفورتابل ولا هدف سواء فينونسيرمون ولا هذا الا ما حاولتيش تزيد لقدام ابخي واحد المده كتندم كتقول كنا مثلا خديت هاد لا ديسيزيون كنا انا تنحاول زعما ناخذ لي شونس اللي تيجيوني زعما في الحياه وماكسيم زعما فيما كتبان لي شي اوبورتونيتي انتريسونت ولا شي حاجه ما بقاتش خدامه نحبسها شي حاجه خدامه زعما نزيد نحاول نخدم فيها دونك بالنسبه لي السكسس شنو نقول لك ما حد الواحد سعيد في حياته ولا سكسس ما عرفتش شنو انت الديفينيسيون ديالك ما عرفتش انا حتى فهاد ليا باش عارف انا دابا حتى هو الكاس ما نقدرش مدام انا فورمي انا فورمي تخليك لا انت قلت لي انت قلت لي ماشي بودكاست كونفرسيشن كونفرسيشن انترفيو لا يا سي كونفرسيشن بالنسبه لي انا ما عرفتش نقولك زعما ماشي ديفينيسيون كل مره كتبدل مي كاين سام اليمنتس اللي كيكونوا فهمتي مور امبورطانت وهذوك الاليمنتس غالبا كيكونوا دريفن باي اكسبيرينس يعني مثلا فاش كنفكر انا في واحد الوقت شنو هو الديفينيسيون تاع السكسس ديالي تتكون عندها واحد الاكسبيرينس اللي كان فيها البين ودونك كتبغي يعني مثلا نقول مثلا فيها شنو البين يعني مثلا دازت عليك شي حاجه يعني مثلا دابا بزاف ديال الناس كيكونوا وقع لهم مثلا شي مشكل فينونسيير وتيولي السكسس ديالهم هو الفلوس فهمتي وعاوتاني كاين الناس اللي كيوقع لهم مشكل مثلا ديال الصحه وتيولي الديفينيشن ديال السكسس ديالهم هي انه يكون صحيح سو اي ثينك انا فور مي اتس لايك واحد هافين زعما توصل لواحد النيفو ديال يو هاف بالانس ولا بالانس اتليست ما بين ثلاثه د الحوايج اللي هما الهيلث
فاينانشال لي زعما الفلوس و ريليشنشيبس مع بنادم. دابا فورمي كاين شي حوايج مزيانين و اتس ا بروسيس اتس نوت كيما قلتي اتس نوت سكسس. هاد الكونسيبت هذا تكريات الميديا اتس نوت ما كاينش شي واحد غيوصل لواحد البوين يقول ام سكسسفل از لونغ از از لونغ از يو ار زعما يو فيل جود اند يو ار الايف يو ار سكسسفل. ذاتس ذا ثينك. ابخي زعما كاين هاد اللي قلتي شنو لا ديفينيسيون ديال البونور ولا ديال السعادة عندك ولا بتتدخ زعما هضرة أخرى تتحاول تأسب في الأخرى زعما تتشوف غير ناس نو تيقولوا في هاد السجل تتحاول زعما تشوف انت فين كتحس براسك قرب yes. صافي أبخي باش انت زعما تفهمها وزعما توصل ليها ولا هذا لا اسمعش كتقيس some questions اللي شوية uninswerable بحال دابا هادي قضية ديال الورك لايف بالانس. كاين ناس اللي يقولك تقاتل حيتاش غتموت وخصك تخلي واحد التخاص ديالك علاش خصك تخليها عاوتاني يجي واحد يقولك علاش خصك في الاخر تموت واحد مسوق ليك زعما هو ستيف جوبز كريا ابل وهذا في الاخر مشى شنو زعما ومن بعد فهمتي يس كاين مي في الاخر كتلقى رسام ما عرفتش اتس كايند اوف ا ويرد ثينغ ولكن تا واحد ما عارف احسن حاجه هي انك تعيش واحد الحياه تموت وربما غادي تعرف دونك بتات في لو كان مثلا ديال ستيف جوبز ولا لا بتات زعما واخا البيرسوناليتي ديالو كانت خايبه ولا لا وري بتات الخير اللي دار في لومانيتي من بعد ولا لا بتات زعما كبر من بزاف من داكشي اللي زعما صعيب باش تحكم يا دابا هذيك قضيه شنو خلى يا داك دابا هذيك قضيه ديال الخير كاين الناس يقول اوكي علاش خصك دير داك الخير اصلا فهمتي كاين داك الاسئله يعني كاين شي اسئله اللي كيقيسوا ومن بعد فهمتي يقولك هو كان وي دي فوا زعما كيكون زعما دي فوا كيكون غير دي ديفي مع راسك مع زعما دي جون ولا هذا مسافر. ممكن أنا أقول لك كنا سكيبوك أوكي أرى الفيلم جديد قاضي ديال النجاح هي أنك تشد دوك دوك الباد بارت اللي كان في الهيومن نيتشر وتحاول تعيش حياتك بلا ما تعيش حياتك بلا ما يخرج دوك الباد بارت أو جيكين كين بزاف ديال كيما قلتي كتقد تشوفه صافي ما يا لما أخي جبنا أنا فد الأسئلة هادو شوية فلسفيين خصك ترد البال من انك تبقى تفكر كولكتيفلي هذا هو يعني مش كتبقى خصوصا مع السوشيال ميديا ومع الميديا بزاف كتولي كتفكر ديفين يعني مثلا بزاف ديال اليونغ بيبل ديفينيشن اوف سكسس هي جوج حوايج الفيم والفلوس اند فهمتي الا اوبتيميزيتي غير هاد الجوج راه خصوصا الفيم از ستوبيد والماني حتى هو خصك انف فهمتيني ماشي يولي راه في الاخر فاش غتموت والفلوس في البنك دازنت وورث ات كي يقول لك if you wanna make the wrong decision ask everyone زعما لك زعما لو بغيتي تقلب وتسول اي واحد على شي حاجه زعما راه سي سور غتاخذ لا موفيز ريبونس حيت داك الكونسنسوس دي فوا اغلبيه المرات تيكون زعما غيليديك شي حاجه غالطه يا كاين صراحه كاين شي حوايج اللي فهاد اللعبه كتبقى تفكر غير شويه فروم بيسك برينسيبلز وكتفكر علاش شنو اللي تيخلي بنادم فرحان وكتحاول توبتيميزي لذاك الشيء وصافي دوك الماث ديال راه توصل بحال دوك ممكن بزاف ديال الصراحه لانه علاقه بالسيلف هيلب ديال راه خصك تموت بلا ما تندم على شي حاجه جو بونس با غتموت بلا ما تندم راه انت عندك كاين واحد الكتاب سميتو 4000 ويكس تيوك راه في الاخر راه ضروري ما غاديرش داك الشيء اللي انت باغي راه ما يمكنش تسافر العالم وتبني تسلا وتمشي للمريخ وما عرف تكون صحيح راه ضروري ايلون ماسك راه عنده شي مرات كينعس بالكينات فهمتي اتس اميوت ما كنسمعكش اخي امين اخذت اميوت اسمح لي اسمح لي وي دي فوا مثلا فاش كتشوف حوايج ناس اخرين مثلا داك مول براندن يس راسل المهم ذاك اللي عنده فيرجن برانسون ريتشارد برانسون ريتشارد برانسون يا زعما زعما داكشي زعما اللي دار في حياته تقدر تقول بيتيتر زعما كاين سام اكسبشنز ولكن اغلبيه الناس راه كيما قلتي ما تقدرش دير كلشي و زعما لي شونس في الحياه هذا تيكونوا محدودين دونك
واحد هذه يا داك الشيء يحاول يفوكس يا يحاول يفوكس وي اوبتيميز كما قلت اوبتيميز داك الشيء اللي فاندمنتال. بحال دابا ما كاين حتى شي ما كاين حتى شي حاجه كتقول لك ساينتيفيكمون ان مثلا قد ما درتي الفلوس قد ما كتزيد السعاده ديالك. كاين واحد تريشولد كتوصل ليه مي كاين مثلا كيقول لك مثلا الا ما عندكش ديب ريليشن شيب صايقوا لك مشاكل مثلا. مي الاوبفيوس كما قلت لك الكونسنسس حنا كنوبتيميزيو مثلا الفلوس اكثر ما كنوبتيميزيو الريليشن شيبس. علاش فهمتيني؟ ولا مثلا تقول لي اوكي نركز على الفلوس. راه الا مثلا ركزتي على الفلوس حتى الاخر ديال حياتك وقع لك مشكل صحي راه كاين دابا شحال من مرض. واخا يكون تكون بليونير ما تقدر الايدز ما عندوش الدواء واخا تكون بليونير فهمتيني. الكونسر ما عندوش دواء واخا تكون بليونير. سو اتس كايند اوف ا تريكي ثينغ اند ما عرفتش الواحد داري ايش الحياه خذها ببساطه حيت بقيت كتاوفر ثينك يا صاحبي. الدري صافي كنسكن معايا مش حال هادي كنتي بقى يفكر شي مرات كيكون بالليل مع 12 دليل تيجي كيبقى يسولني شي اسئله بحال هكا تيقول لي علاش حنا عايشين علاش حنا عايشين. كاين واش كتوصل داك الاوفر ثينك تيجي يكون شويه خطر. سو يا اظن قبل الكتوبه كتقرا شويه الكتوبه اسمح لي عطلتك جو بونس قربنا الساعه ونص. سو كتقرا كتوبه ولا صراحة غير داك اوديبل غير اوديو بوكس زعما شحال هادي ما عندي زعما تمشي مرة مرة ولكن باش تقرا من الاول حتى الاخر ما تساليش. اغلبية اوديو بوكس كتمشى ولا هذا كدير اوديو بوك. اوكي بحال اللي كنسمع لهم الا عندك شي ريكومونداسيون ولا شي حاجة على حسب فاش زعما داك راك عارف كل مرة كتكون زعما كتبغي تعلم شي حاجه كتمشي لدوك البوكس ديال ديك الحاجه زعما الا كان اون جينيرال ولا غير في التيك اون جينيرال زعما زعما من بين الكتب اللي تصنت ليهم اكثر من مره هو ذاك الماناك ديال نافال رافا كان اللي كنتي كتعرف يلا كنقرا حتى ديك الكتب يلا تنقرا نافال لا زوين 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 كتاب زوين تعجبني انايا زعما نافال زعما في البيرسوناج هو ولا ماشي هو اللي كتبه ماشي هو ماشي فارس لا ماشي تيم فارس واحد اخر هذاك تيم فارس اللي تيم فارس اللي غير الفورورد هذاك غير جمع داك جمع البودكاست راه دابا فاش كنت كنقرا الكتاب راه بحال ديجا فاهم حتى نسمع تقريبا كاع البودكاست نتاع نوفل سو جمع ولكن ستركتور الكتاب ستركتور شي مزيان سينو زعما في شنو نقول لك في التيك على حساب عاوتاني في التيك اللي بغيتي غير زعما ولا هذا بدك زعما داك الشيء ديال التيمز وهذا تيم توبولوجيز مزيان سينو شنو نقول لك في الكود صراحه انا ما شي وحدين كنت قريتهم شحال هادي ما بقيتش عاقل براغماتيك بروغرامر ولا هذا اللي مؤخرا زعما جاني انتريسون مونوليت تو مايكرو سيرفيسز ديال سام نيومان زوين زوين كاين هذاك وكاين ذاك الاول ديالو ديال بيلدين مايكرو سيرفيسز هو زوين وي وي هذاك هذاك كنت قريت غير كلكو شابيتر فيه سي وي سينو على حساب سمع دوك اللي ديجا وي سوفت سكيلز soft skills بالنسبه ل زعما كاين واحد الكتاب soft skills for software developers انتريسون واخا زعما ماشي بزاف في الاول كيبدا انتريسون بعد زعما كيولي عادي مي بحال كيوريك كيفاش زعما software engineer يقدر يقاد لا كارير ديالو زعما كي تاكلي بالضبط software engineers من داك الشيء العادي يعني سوفت سكيل تتعامل مع الناس ولا هذاك تبيلدي انفستمنت ديالك زعما تبيلدي فاميلي تيحاولي الكارير تيحاولي يخدم معك على حسب هو شنو دار وكيفاش زعما استقات ليه مزيانه يعني الصراحه سوفت وير انجينير زعما كوميتي عندنا بزاف لا شونس ان زعما تنديروه حيت زعما سورتو في هذا الوقت بوتيت انا فاش بديت في 2007 ولا هذا في المارشي في المغرب زعما في ديك الوقت ما كانش زعما لي زوبورتونيتي مي دابا تشوف زعما الدراري يلاه تيتخرجوا تي زعما تيخدموا مع برا تيتحلوا بيبان مزيانين وهذا زعما من احسن لي زوبورتونيتي اللي ممكن يكونوا وكاع الدول تيقلبوا على سوفتوير انجينيرز
دونك تتبان لي زعما الواحد خصو غير يحاول يخدم شويه على لا كارير ديالو زعما غادي ينجح في اون توكا في هذا الميتي. لافونتاج هو اون فوا تخرج تقدر دير بزاف د الحوايج، يعني ماشي بالضبط ماشي بحال دونتيست ولا هذا تخرج دونتيست سوفتوير انجينير تقدر تمشي من الفيزيك تخدم في جيم انجن، تقدر تدوز زعما الماتيماتيك تخدم في ماشين ليرنين، زعما تقدر تمشي في بزاف الحوايج اللي انت تبغي. لا زعلك اليو اي والديزاين هذا تقدر تمشي للفرون اند زعما اون توك زعما اميتي اللي تيبان ليا تري انتريسون فيه كاين اللي عزالي قايس يمشي للاي او تي. المهم زعما كتعلم حاجه وحده وتتحل لك بزاف البيبان ما تلقاش بحال يا شي كتاب اخر. اوكي زو دابا عندنا سوفت سكيلز الالماناك البراغماتيك ديفلوب البراغماتيك ديفلوبر اي ثينك. المهم دوكا من هاد الشباب كاملين نزيدهم في الديسكريبشن باش الناس يمشيو يقراو. اوكي سينو كاين شي وحدين غير سامبل بحال غير مثلا واحد اللي كان the mom's test mom test زعما كيفاش تسول الكليان على الفيدباك ولا مثلا بغيت تصاوب شي حاجه. يعني مثلا سولتي الوالده ديالك غتقول لك الله يرضي عليك هادشي وداك توكل على الله. زعما سوفون كتاخذ الكلاينتس بحال هكاك زعما ديما الكلاينت غيقول لك مزيان خصك زعما تبدل لا ميثود ديال كيفاش تسولو ولا هذا انتريسون. شنو نقول لك ديب ورك اتوميك هابيتس اتوميك هابيتس عجبني كثر من ديب ورك. مي بون اتوميك هابيتس كثر فيلو زعما فيه دي بوان فيلوزوفيك زوينين. شي الاخر زعما كثر في دي سيكتور زعما تريدين ولا يا شنو كبير هزلك تريدين ولا كديرو ولا شويه ابخي زعما واش ضيعت فيه الوقت. زعما تحاول نتعلم بزاف الحوايج الوقت باش تريدين اللي ما كاينش الوقت زعما خص ديديكيشن. الا بغيتي دير غير داك الشيء زعما الجو تريدين هذا كل وقت باش بيدو بليزالكو زعما ماشي وي راك عارف ماشي شي حاجه اللي تقدر دير وي. اوكي دابا شحال في عمرك؟ 36. تقدر تعطينا شي نصيحه للدراري اللي المهم يلا بادين حياتهم ولا بادين الكارير ديالهم سواء الناس اللي يلا 18 العام العشرينات ولا الاوائل ديال العشرينات شي نصيحه اللي تقول اوكي كون كنت عارفه فاش كنت صغير غتكون شي حاجه مزيانه. شنو نقول لك بالنسبه للمغرب تنحاول نشجع الناس يتعلموا لونجلي. انا بيرسونيلمون زعما تعلمت حتى جيت شي 5 سنين دابا عاد قبل كنت قاري اسبانيونيه وكنت بحال دابا تقريبا تعلمت لونجلي غير بالدوكيومونطاسيون ديال بيتون ولا هذا. واغلبيه مشيت لبيتون حيت كانت عنده كوميونيتي فرانكوفون زعما روبي وهذا ما كانتش دونك سديت على روبي على ليبوك حيت ما كانش عنده كوميونيتي فرانكوفون مزيانه. دونك وي لونجليزي تيبان لي زعما مهم ابخي زعما جيت سوم اكسبرتيز ما الواحد يلاه غيبدا سي فري كو اون فوا في الاول راك عارف زعما فاش يلا تتخرج تسحب راسك واعر شويه ملي كتقرا شويه كتلقى راسك حتى ما فاهم والو كتمشي لك كاع ديك الثقه في النفس افري خصك زعما تبيلدي بشويه بشويه زعما الدومين فيه بزاف راه من وي تتلقى مثلا زعما انا بيرسونيلمون دابا في دوكا خدام في بلاتفورم انجينيرين داكشي اللي زعما تنشوف تنخدموا عليه زعما كون قلتي لي هادي ميم ماشي غير 4 سنين شنو هو ما تنعرفوش كاع مثلا سيرفيس ماش خدامين في اي بي اي جيت واي سيرفيس ماش زعما في الاخر التكنولوجيا تبقى تبدل الواحد غير يتعلم
اسمها learn how to learn ياك learn how to learn سيس يا وشي المهم دابا النصيحه شويه للديفلوبرز بزاف شي نصيحه عامه الناس اللي ما ماشي غير ديفلوبرز عامه في الحياه اخويا انا زعما ما عنديش enough wisdom باش نعطيك واه الاقل قالك اللي سبقك بليله سبقك بحيله فهمتي اه ما كاينش زعما في السوفتوير انا معاك زعما شي حاجه اخرى انت اللي عندك شي نصيحه لا شي غندير الدريباس كبيره قلتي ديك النصيحه ديال الزواج تو النصيحه اللي قلتي الناس يتزوجوا قبل 30 عام مثلا يلا تزوجوا قبل 30 عام اوكي ما عرفتش كتعرف شي حد اللي تبغي تشوفه في البودكاست شي حد اللي انت اصلا جو بونس كان ريفيرك منصف عيساوي سو يا سو انت كتعرف شي حد اللي تبغي تشوفه في البودكاست وتبغي تسمعوه واحد ساعه ولا ساعه ونص زمان دابا في هاد الساعه ما عنديش زعما سميات ابخي على حساب انت على زعما على من زعما شكون الناس ما كاينش ما كاينش زعما ما كاينش مش اسمه هاسك اللي قلتي قبيله ديال اليكس فريدمان ديال في دبليو اي دونت هاف زعما اي واحد زعما اي واحد اي واحد كنبغي كنهضروا معاه كيما بغا كيقول لك كتستافد كل شيء من كتستافد اي حاجه من اي انا نحاول نعطيك دي بروفيل زعما كاين شي وحدين في زعما في لونتربرونيا انتريسون ابخي سوفتوير انجينير زعما هما اللي كتبان لي انت تجيب لا ماشي ضروري لا ماشي ضروري جبنا بيزنس بيبل جبنا كاع بوليتيكس هضرنا مع البوليتيكس تاعينا يا واخي انا فهمتي انا خدام في السوفتوير غالبا النيتورك ديالي راه كتعرف غير السوفتوير سوفتوير انجينير ولكن ماشي لا من زعما هضرنا المهم كان من غير سوفتوير انجينير كانت بيزنس بيبل واحد الانتربرونور سلمون كانت واحد الممثله نتاع حزب الاستقلال في المملكه المتحده عفاف هضرنا في 8 مارس واحد الوقت مع اميمه على حساب الاخر على حساب داكشي ديال الفيمينيزم زعما كان زعما اي دونت زعما جاست برينغ غير سوفت انجينيرز اللي كان مرحبا به وكان كنحاول نديو نجيبو في الهضره كيما قلت لك راه تصنت ان انترفيو كنديو نجيبو في الهضره وصافي اوكي اللي كان عندك في الدماغ صيفطوا لي في لينكدين سامح انت زعما شنو لا فيزيون ديالك في البودكاست زعما فيزيون انت كمشي بوبليك بوتيت تقول لي برايفت زعما لا ما عنديش الفيجن جنرال تاع في يوتيوب تعرف على الناس يس هاف بالنسبه لي هاف فان learn something and share it with people زعما شي واحد شي حد اللي غي هداف الكونتوني في المغرب ما كاينش بزاف بحال ما كونتوني شويه هادف كاين الناس ولكن صراحه داكشي قليل خصوصا لي بودكاست جو بونس الوحيد اللي تيطيح لي زعما في الدماغ اللي بودكاست اللي مستمر كيكس بلا بلا هما اللي مكملين ابار صافي في المغرب كاينين بعض لي بودكاست وكيما مكملينش زعما كيكونوا بداو عام ولا كيوقفوا سو انا فور مي جاست ام تراين زعما تو دو سامثينغ لايك ذيس ما حد الوقت كاين ما حد ما ام افيلابل سو ام زعما if you don't build a community زعما around you ولا هذا ان فوا انت غتمشي ولا غتبدا تشغل ولا هذا ما تلقاش اللي يعوضك ولا غيتولي عندك دي غاب راك عارف متفق معك هذيك بديت كنفكر فيها صراحه متفق معك حيت دابا بحال دابا المره كما قلت باقي انا ما مزوج ما تلعب سو اي كان افورد ولكن واحد الوقت سو انا بديت كنفكر في هاد اللعيبات في هاد الايامات ولكن المهم اتس زعما احنا غادي نشوفوا شنو كاين مي الفيجن ما كاينش شي فيجن محدده زعما لا غنديروا تشينج ذا وورلد ولا لا جاست شيرين هذا لا ماشي بالضبط كيبقى داكشي دوكيمونتي كيبقى داكشي دوكيمونتي باش زوين بحال اليوتيوب كيبقى داكشي دوكيمونتي يعني ما تدوز 10 سنين 20 عام يجي واحد يشوف بودكاست بحال كيقدر يستافد شنو هو الفيدباك ديالك نيت على البودكاست كي جاتك الكونفرساسيون انا الصراحه سمعت تفرجت في حلقه واحده ديال المنصف yes. وشويه من واحد الحلقه اخرى واحد الدري في جوجل عيط لي مهدي ولا عبد العزيز ولا عبد الفتاح ما هادو هما جوجل نو ماشي عبد الفتاح سمعوا كاين كاين مهدي ولا عبد العزيز المهم عبد العزيز هذاك اللي كيدير داك competitive programming بجوج هو مره مشكله بجوج مسكين في نص الدار سو غالبا يكون واحد فيهم مو بيتي ولا عبد العزيز اوكي خصهم يديروا شي كومبيتيسيون بيناتهم اوكي هذاك هو اللي تفرجت فيه شويه
انتريسون. زعما الفكره ديال زعما تشاري مع الكوميونيتي سورتو الناس اللي يلاه بادين ولا هذا، تحس بان الطريق لك طويله ولا هذا، عفوا تكون زعما راه زعما اتس نات مع الوقت. الى ما تحتاجش دير زعما بروغريس كل عام، تقدر ديرو كل 5 سنين ولا هذا، زعما راه ديما الى درتي غير شويه تتوصل سورتو في الدومين ديالنا. Good to know. ما تيجي شنو كيجيك الفيدباك مزيان زعما واش عجبك البودكاست؟ لا 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 عجبني حيت زعما الناس فاش كيشوفوا زعما منصف ولا زعما الدراري عاديين بحالهم ولا هذا، تا هما زعما وصلوا ل انسبايرين بالنسبه ل جو بونس هو المهم في هذا لي تيب ديال البودكاست. انا بالنسبه لي زعما الا كنت في هذا لاج داكشي علاش كنتسنى ليكس فريدمان، حيت كيجيب لك ناس اللي كنتمنى تكون بحاله. يا صار المهم انا جو بونس خليتها في الوقت وقيلا ديبوردينا بشي 9 دقائق شويه. سموحات لا عندك شي واحد زيد شي سؤال؟ لا عندك شي سؤال؟ لا الله يودي دير غير منين تفضلتي هنا بهذا الوقت. راه انا عارف شحال، عارف اليوم السبت وعارف يلا فختي من الناس سموحات سمحنا وشكرا بزاف، شكرا بزاف حيت عندك بليزير. شكرا بزاف، عرفت في تيغا عاوتاني ما عرفتش الا كتب شي نهار نعاودو نديرو شي بودكاست ان شاء الله. ويا تهلا في راسك، اي ويش يو اول ذا بيست. ويا تهلا في راسك، شكرا بزاف، الله يعطيك خي امين، شكرا بزاف، تهلا معاك.